من الأجواء الكوميدية عم تتابعوا على شاشة الام تي في جميل وهناء، هالكوميديا السورية اللي فعلا أخذت يعني نجاح كبير عند المشاهدين وخلتنا نضحك من قلبنا. خلينا نشوف مشاهد. طمني مالي نسيانك، بس المشكلة إنه زوجتي مسافرة ولسه ما حكيت مع رفيقتها. وإمتى بدها ترجع؟ اليوم المساء إن شاء الله، اليوم المساء بترجع وبتحكي مع هبة وبيمشي الحال. لسه بدي استنى لبكرة؟ اليوم يلي بيمرق علي وجوزي برات البيت بحسه بسنة، ما عم بعرف فكر ولا اشتغل ولا اكل ولا اشرب ولا نام. ارجوك ارجوك استاذ جميل تساعدني، لك قلبي عم يغلي غلي. خلص قلت لك بكره بس تجي مرتي بخليها تحكي مع هبة. هبة مالي قدراني استنى لبكره، خايفه ليبعث لي ورقه طلاقي. ارجوك استاذ جميل تترقب بحالي، ما حدا غيرك بيقدر يساعدني. يا مدام ما في قدامنا حل غير ننتظر مرتي. طب حكي انت، الله يخليك. منو هي؟ مدام هبة. انا إيه انت مو هي رفيقة مرتك؟ لك قصة كل الحق عليكي، انت لو من الاصل دايره بالك على زوجك ومهتمة فيه وسألتيه وين عم تروح وين عم تجي، ما كنت وصلتي لهون، بتهلوا وبتوصلوا لهون بعدين بتجوا لعندي، شو بدي حللكم؟ حللكم انا؟ خلص استاذ، بوعدك اني اهتم فيه، بوعدك اني اهتم فيه خلص. ايه خلص، شو المطلوب هلا؟ المطلوب انك ترجع لي اياه. ايه خلص، روحي انت على البيت وان شاء الله هلا برجع لك اياه. كتر خيرك. لك خلص عبي كلوني اياه. ماني عارفه انك بدي اشكرك، كتر خلص. خيرك. خلص خلص روحي انت، روحي تيسري. شو هالمديرية هي؟ ايه مدير عام انا ولا حلال مشاكل؟ مشاكل. الليلة بعد الأخبار موعد مع الدراما التركية العشق الأسود اللي عم تتعلقوا أكيد بأحداثها المشوقة، لنشوف بحلقة الليلة إذا كان عمر رح يقدر يوصل لروشان بعد ما إيلين كمان أصرت أنها تروح معه بالمداهمة. خلينا نشوف مشاهد. تعالي ما في حدا هون. وما تقرب عليها. جاوبني يا حيوان، انا قلت لك معلم انا. ايه احكي لي. بالاول فوتونا لجوا، وبعدين اجا هذا اللي اسمه متين وصار يضربها لروشان، وبلش يهددني الي ويسالني اذا لقيت الالماس. وبعدها قال لي انتي روحي واختك رح تضل هون، بس انا ما قبلت اترك اختي، وصاروا يضربوني كتير على راسي.
وغبت عن الوعي. فقت لقيت حالي بالغابة. هاد لروشان؟ ايه إلا. معقول هالموبايل لروشان؟ ايه احتمال، بجوز نسيوا ياخدوه. العشق الأسود من الخميس للأحد بعد الأخبار على شاشة الام تي في. أما الساعة 9:30 بيكون موعدكم مع بموضوعية ومع زميل مع الزميل وليد عبود. بعد التمديد للقيادات العسكرية، شو ربح اللي معدعون وشو خسر، كيف بيواجه الحلفاء والخصوم وكيف بيتم الرد عليه، وشو رح يصير بكرة بمحيط سرايا خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وهل سيدخل لبنان على خط الحلول بالمنطقة بعد الاتفاق النووي وبعد التطورات بسوريا واليمن. من هالمواضيع بيفتحها زميل وليد عبود مع وزير شؤون الاجتماعية رشيد درباس والعميد المتقاعد جورج الصغير بعد العشق الأسود. هلأ رح ناخد وقفة صغيرة ونرجع نتابع نحن وياكم لايف. خليكم معنا.